يا مساء الرضا والسعادة لكم متابعينا ومتابعين شركتنا شركة مجمع الشامل. اليوم تغطيتنا راح تكون مميزة من فرعنا في خميس مشيط في حي الخالدية. بس قبل خلوني أذكركم فروعنا، فرعنا في الرياض مخرج 29 شارع باب الرواح، فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك، فروعنا في خميس مشيط فرع الخالدية وفرع الغروي. زي ما عودتكم مجمع الشامل دائما بالمنتجات المميزة حتى في ملاعق المطبخ، ومعي الشكل الجميل هذا من ملاعق المطبخ السيليكون، شكلها جدا جميل وبنقشة الماربل وباللونين الرصاصي والبيج، ورح تاخذوا سعر كل قطعة بسعر 5 ريال و75 هللة، ومعي هذا الشكل الجميل منقط وبعدة ألوان. وكمان عندنا هذا الشكل تاخذ القطعتين بسعر 5 ريال و75 هللة. وفرنا لكم ايضا من قسم ادوات المطبخ المضرب الجميل هذا للعجين، استخدامه جدا سهل وراح اوريكم صور توضيحيه. ولكل اللي كانوا يسالوا عن اداه صنع المعمول، رجعت وفرت عندنا بالوان جدا جميله، استخدامها سهل وراح تاخذوا سعر المغلف 5 ريال و75 هللة فقط. ونجي لقسم التجدد والتميز، دائما قسم أكواب السيراميك، عالم من الجمال. شوفوا معي التشكيلة الجميلة اللي توفرت عندنا اليوم، أشكال جدا مميزة وراح تاخذوها بسعر 5 ريال و75 هللة فقط، راح أوريكم بعضها بالتفصيل. ما في شيء يتعدى جمال اللون الأسود، شوفوا معي الكوب الجميل والمميز اللي توفر عندنا من قسم الأكواب باللون الأسود، في أيضا باللون الأزرق والبني، وراح تاخذ سعر كل قطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. بس حابة تتميزي بأطقم سفرة جميلة جدا، مالك إلا شركتنا شركة مجمع الشامل توفر لك أجمل الأطقم السيراميك، وراح تاخذ سعر كل قطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. في عندنا اللون السكري وعندنا أشكال جميلة أخرى باللون البيج. والمائدة الفطار لا تتعدوا جمال الخشبيات اللي وفرناها لكم وسعر جدا مميز، راح تاخذوا سعر القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. هذه تنفع للمكسرات، متوفرة بعدة أشكال وأحجام مختلفة. من جديد لكم لليوم أيضا توفرت عندنا أدوات المائدة بأشكال جدا مختلفة وباللونين الذهبي والفضي، راح تاخذ المغلف في 4 قطع بسعر 5 ريال و75 هللة فقط. توفر أيضا أدوات تقطيع الكيك وباللونين الفضي والذهبي. بما أن كثير منكم طلب نغطي لهم قسم البلاستيكات والمنظمات، راح أغطيه لكم بالتفصيل. طبعا توفرت عندنا الصناديق الجميلة هذه للتخزين، تنفع للدواليب لتنظيم الجوارب أو الملابس الداخلية، أو تنفع لدواليب المطبخ كمان، أشكالها جدا جميلة وسعتها مرة كبيرة متوفرة بعدة ألوان في الشكل المستطيل هذا، وأيضا عندنا بالشكل الدائري، ألوانه كيف جدا جميلة، وراح تاخذوا سعر كل قطعة بسعر 5 ريال و75 هللة بس. وشوفوا إيش وفرنا من جديد لعيونكم، حافظة الكيك والمعجنات لكثرة الطلب عليها، وفرناه بالحجم الكبير وبالسعر المميز، سعر 5 ريال و75 هللة. وهنا عندكم سلات المهملات وانتو الكرامة بجميع الأحجام والأشكال، راح تاخذ سعر القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة بس. للي يسألوا عن سلات الغسيل، لسه متوفر عندنا بأحجام كبيرة وأيضا الطشت بألوان متعددة وأشكال مرة مميزة، راح تاخذ سعر القطعة الواحدة بسعر 5 ريال و75 هللة فقط. وأكثر مكان يحتاج للتنظيم والترتيب هو تحت المجلى، وفرنا لكم المنظمات هذه الجميلة تساعدكم على الترتيب والتنظيم بكل سهولة، وراح تاخذوا سعر القطعتين بسعر 5 ريال و75 هللة بس.
ومن قسم الأكواب الزجاجية توفر عندنا الشكل الجميل والمميز هذا وبسعر جدا رائع. راح تاخذوا المغلف فيه 6 قطع بسعر 5.75 ريال هلل فقط. تنفع لتزيين المداخل أو إضافة مميزة لديكوراتك. البوكيجي فيه من 9 إلى 10 ورود بهذا الشكل 5.75 ريال هللة. وعندنا كمان الزهرة الجميلة هذه، شوف كيف جمال الألوان، شكلها جدا جميل، وأيضا راح تاخذها بسعر 5.75 ريال هللة بس. ولمحبين الفازات المبتكرة وفرنا لكم تشكيلة مميزة من الفازات الجميلة بأشكال متعددة وألوان مختلفة، وراح تاخذ سعر القطع بسعر 5.75 ريال هللة فقط. وشوفوا معي الجمال اللي توفر في الفازات، الفازات المضيئة توفر بعدة ألوان وعدة أشكال مختلفة، وراح تاخذ سعر القطع بسعر 5.75 ريال هللة. تقدروا تقاوموا الجمال اللي توفر معانا لليوم، مراكن زرع جميلة جدا وأنيقة متوفرة بعدة ألوان، تنفع كإضافة مميزة لديكوراتك. قسم التحف اليوم ندلعكم بالمراكن الجميلة والمتميزة اللي متوفرة عندنا، تنفع للورد وأيضا تنفع ممكن لفرش المكياج، أشكالها جدا فخمة، راح تاخذوها بسعر مميز أكيد سعر 5.75 ريال هللة فقط. وشوفوا الجمال والفخامة اللي توفرت من ديكورات الحائط، ديكورات جميلة باللون الذهبي بنقشات جدا مختلفة، وراح تاخذ سعر القطع بسعر مميز سعر 5.75 ريال هللة فقط. وللي سالوا على لصق جروح الأطفال، توفرت عندهم تشكيلة جدا مميزة ورسومات مرة لطيفة، راح تاخذ المغلف فيه 15 قطعة بسعر 5.75 ريال هللة. والإضافة جميلة على صينية قهوتك، وفرنا لك المزروعات الصناعية بالحجم الصغير، راح تاخذيها بسعر 5.75 ريال هللة، أشكالها جدا جميلة وتشكيلتها واسعة، وراح أوريكم بعضها. وخلوني أوريكم المنتج المميز اللي رجع توفر لعيونكم، الفواحة الذكية راح تجيكم بالشكل هذا ومعها شاحن USB وبسعر 5.75 ريال هللة، رجعنا وفرناها لعيونكم لكن بشكل أجمل، وراح أوريكم فيديو توضيحي للمنتج. وعشان تخلي هديتك أكثر تميز وأناقة، وفرنا لك أكياس هدايا جدا جميلة ومتوفرة بعدة أحجام في الحجم الكبير والوسط وأيضا الحجم الصغير، وراح تاخذيها بسعر مميز جدا سعر 5.75 ريال هللة للمغلف. طبعا الكبير فيه حبتين والوسط أيضا حبتين والحجم الصغير فيه 4 حبات. شوفوا إيش وفرنا لكم من جديدنا لليوم، السهريات الجميلة هذه طبعا تتركب في الكهرباء على طول، وراح يكون معها زر تحكم، اشكالها جدا لطيفة، وراح تاخذ سعر القطعة بسعر 5.75 ريال هللة فقط. راح تكون خيار مناسب لغرف الأطفال، وراح تكون بالشكل اللطيف هذا، شوف كيف إنارتها مرة ممتازة. والعيون اللي طلبوا نصور لهم مفارش السفرة، توفرت عندنا تشكيلة جدا واسعة من مفارش السفرة، أشكالها مرة فخمة وجميلة، وراح تأخذ سعر المتر بسعر 5.75 ريال هللة فقط. خلوني أوريكم جديدنا في قسم الحلويات، وفرت عندنا تشكيلة مميزة من الحلويات، راح تأخذ سعر المغلف بسعر 5.75 ريال هللة، وراح أصور لكم بعضها. والخاطر عيونكم، رجعنا وفرنا لكم البرتزل بعدة نكهات، نكهات اللي حبيتوها، وراح تاخذ المغلف فيه 6 قطع بسعر 5.75 ريال هللة فقط.